مرحبا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو نموذج تحرك على شكل W، وهو نموذج التحرك الذي يميز عموما فترة شديدة التقلب مقارنة مع أشكال أخرى من النماذج. هناك عدد لا يحصى من الأشكال الأخرى التي قد تتشكل على الرسوم البيانية، بما في ذلك شكل L، V، U و J. ويمثل كل نموذج الشكل العام للمقاييس الاقتصادية التي تقيس صحة اقتصاد معين وتتشكل على الرسم البياني. يمثل نموذج التحرك W شكل الرسم البياني الذي يشمل تدابير اقتصادية معينة مثل التوظيف، الناتج المحلي الإجمالي، الصناعي وغيرها، وهو يشمل تراجع هذه المقاييس بشكل حاد، يليه ارتفاعها بشكل حاد والعودة إلى الذروة السابقة، يليه مرة أخرى تراجعاً حاداً، ومن ثم ينتهي الشكل بارتفاع حاد آخر. ويمثل الجزء الأوسط في حرف W ارتفاع الأسعار في سوق دبب أو الانتعاش الذي تم إخماده بسبب أزمة اقتصادية جديدة.